القيادي في حزب الدعوة علي الأديب قال في مقابلة تلفزيونية إن محاربة الفساد قد تطيح بقمم سياسية وتتسبب في انهيار العملية السياسية. والسؤال، مع كل حجم الفساد الموجود في العراق وفي العملية السياسية، ما هي فائدة الدولة من استمرار عملية سياسية مبنية على الفساد باعتراف أحد أقطابها؟ دعونا نتابع تصريح علي الأديب. وأكو خشية من أنه إذا تريد تحارب الفساد قد تلقي القبض على قمم سياسية في البلد. وشنو المعنى؟ أنا ما أعرف ذاك معنى له لا، بس أقول بأنه الفساد مرتبط، جائز اللي يلاحظ من هذا الموضوع يخشى على العملية السياسية أن توصل إلى نهايات. وخل توصل، هاي أنت تقولها. لا شنو عن بلد النهب؟ مو اللي عنده رصيد بهاي الحكومة محصل فيه ما يفرط به، مو بهالسهولة ما يفرط. شوف هسه الآن هاي القوى السياسية كل واحد محصل له في المجموعة داخل البرلمان ده يفاوض بيهم. شي يفاوض بيهم يحصل على مواقع هاي المواقع بها عائد إلا له لا. شو تقول أنت؟ هو هذا الفساد اللي تقوله أنت. الفساد منين يجي؟ الفساد ممارسة مو حجي، ممارسة. ليش المقاولات في العراق أغلبها فاشلة؟ ليش المشاريع كلها على النص؟ بيت سياسيين؟ طبعا حتى المقاول بنكهة سياسية، إذا ما يستند إلى جهة سياسية ما يطول مقاولة. صحيح هم يسوون إعلان يجي يشترك بالمناقصة، شو مناقصة؟ الكل يعرف، أحيانا يجي واحد هو طرف واحد ما يسمح لآخرين، يقدم أربع شركات. منين متروح يتوقع عليه؟ يقدم أربع عروض. مدعوم من سياسيين؟ طبعا، إذا ما يستند إلى جهة أو كتلة